هذا دعاء خاص للمرحومة فايزة أحمد عيادات من الزرازير فلسطين، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك، فقها فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احمها تحت الأرض واسترها يوم العرض، ولا تخزها يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. اللهم إنها كانت تشهد أنك أنت لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم احمها تحت الأرض واسترها يوم العرض، ولا تخزها يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.